حياكم الله يا مشاهدينا مشاهدي قناة الدياب الفضائية وحلقة جديدة من برنامجكم المميز برنامج هلا بالنجم. طبعا ضيفي اليوم فنان فنان كبير بكل شيء، كبير بعطائه، كبير بأخلاقه، كبير بكل ما تحمله الكلمة من معنى. طبعا فنان عاصر الجيلين، جيل التسعيني وجيل الألفيني، صاحب صوت وإحساس وحنجرة كلش راقية. رحبوا وياي بالكبير والمبدع الفنان قاسم السلطان، نقول له هلا بالنجم. طبعا مثل ما وعدتكم موجود النجم والفنان قاسم السلطان، هسه راح يوصل. احنا اليوم موجودين بالعاصمة الأردنية عمان، طبعا نقول له اهلا وسهلا. نشوفوا اهلا، مرحبا، مرحبا، اهلا وسهلا، يا اهلا بك، شرفتنا انت اليوم. الله يسلمك حبيبي. من بعد غياب طبعا احنا هذا اللقاء احب انوه للناس وللهذا. طبعا اكثر من مره توعدنا عليه، نعم، من قبل يمكن سنه، صح، يوم يصير حادث، يوم يصير كذا. انا اسف. كان اللقاء المفروض انه هذا من زمان، يعني صار اكثر من سنه، وانا بوقتها اعتذرت لك، قلت لك كانت ظروف عندي، وفاه يعني ابن اخوي الله يرحمه، الله يرحمه، ووقتها دعمت سيارة وصارت هواي تفاصيل هواي ما قدرت. إن شاء الله يعني تشوف بس الأفراح. الله يسلمك يا حبيبي. إن شاء الله تشوف بس الأشياء الممتعة والزينة. وأنا متلهف إنه أسوي لقاء وياك، لأن أنت يعني من المقدمين المبدعين. الله يسلمك، هذه شهادة. الأصدقاء اللي أحبهم هاي شهادة، 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 أعتز بها. برامجك جدا رائعة. هاي شهادة أعتز بها من فنان خلوق وكبير مثلك، يعني هذا كلش أعتز بها. أتمنى لك الموفقية حبيبي. طبعا راح نشوف ستايلك كل تفاصيله. انت مستعد ويانا؟ اي حاضر، يلا حاضر حبيبي. طبعا بعد ما فتنا هنا بهذا المكان، هنا يو اس بولو، اليوم احنا بعمان مثل ما ذكرنا، اريد اسالك قبل ما نفوت باللقاء واجواء اللقاء واجواء اللي نشوف ستايلك، نعم، شنو اكثر شيء موجود بكنتورك؟ اكثر شيء موجود التيشيرتات. انت هاي لازم هاي وياك، يعني انت دائما تلبس. طبعا ما اعرف، انا بتسالك هذا السؤال، نعم، ميزت بهذا يعني من ضمن هو لونك، انت لونك غنائي معروف، لون الغنائي لون قاسم السلطان، نعم، معروف، هو تميز عن 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 اكثر من المطربين. شوف اكثر شغله يعني باللون الغنائي، وهذا انا اللي انتبهت له. انا قبل فتره كان عندي لقاء وانطرح عليه الموضوع هذا، وظلت شغله ببالي، هسه لازم اوضح لك يعني انه اكثريه الفنانين اللي موجودين يعني دي يعني اذا شوف يقدرون يتقلدون كوبي بيست. تسمع الصوت، اذا تريد تسمع مثلا كافتراض نفرض اللي يريد يسمع حاتم العراقي، مبين هذول يقلدون حاتم العراقي، اللي يريد يقلد مثلا خلينا افتراض كاظم الساهر موجودين، كاظم الساهر اللي يقلدون جماعه مثلا بعد حسام الرسام، او يعني كثير من الفنانين يقدرون يقلدوهم، بس من الصعوبه انه تقدر واحد يقدر يقلد قاسم السلطان. بالضبط. يعني ليش هو اكو لون، اكو خصوصيه صارت بها برايفوت، انت ما تقدر اي احد يدخل على المساحه اللي انت دخلت فيها. هذا الشيء هذا خلاني قدام مسؤوليه بيني وبين نفسي، انه انا الان ومن زمان هذا الشيء، انه اي شغله اريد اسويها انا لازم امسويها واحد قبلي. نعم. لازم انه اكون انا اول واحد ابدي بيها، من اول ما غنيت مثلا، اول ما بديت اغنيه حب غريب كانت يعني اغنيه المقسوم، كان ماكو واحد يقدر يغني مقسوم بالصيغه اللي طرحتها الشرقي، يعني حبك غريب وعمرك عجيب بيبي زمان احمل هوان ويا ليلي عين. القصد يعني في وقتها، بعدها من سويت الكوكتيل، كوكتيل السلطان، وظلت كوكتيلات ايضا اختصيت بهذا الموضوع. بعدها انه قررت انه ادخل عالم ام كلثوم مثلا. هاي التفاصيل كلها نحكي بها بالبلاك بوكس بالفقره الاخيره. خلي ما نحرق على المشاهدين. هسه اول شيء احنا نشوف ستايلك. اوكي. قلت لك من ضمن لونك انت التيشيرت جوا الستره. نعم. شنو الموضوع يا عيني؟ مو حكيت لك، هي هذا الخصوصيه اللي ريدت اسويها انا بالحفلات، يعني اللي اطلعها. الحفلات الرسميه جدا لا البس يعني بدله و رباط و
صرنا ونادر ما نشوفك بالضبط وهاي بس بالمرات كلبات. شوف انا بصراحه يعني ورا 2014 ورا ما سويت العمليه مال طوي المعده تكميم المعده وبعدها نزلت كثير. نزل وزني الحمد لله وظليت امارس رياضه يعني مرتين الصبح فنزلت نزله من هاي القويه. قمت اجي على الملابس مثلا مالتي انا موارده البس يعني قاموا يكبرون لحد ما صرت انا قمت اقدر افوت مثلا بالبنطلون والله رجل واحده اقدر افوت فيها انا اثنين هيك. فقمت احتفظت بهم هذول قلت للمستقبل يعني حتى واحد للذكرى انه اخلي وبديت اشتري ملابس يعني وصلت اشتريت بعد لقيت لازم اصغر قمت اشتري بعد اصغر يعني ثلاث مراحل او اربع مراحل قدرت انزل بيها الحمد لله وشكر لحد ما يعني انا شفت وين اقدر استقر وزني وحسيت انه الشيء المحروم من عنده قبل انه انا ما راح كنت اقدر البس يعني ما اقدر البس تي شيرت الا رباط وحتى اضيع السمن فهسه لا يعني قمت اقدر البس حتى الوان حتى يعني كان قبل يعني لين كانت بنفسك صرت لازم فيها هم يعني لو جزء حسيت جزء من ستايلك ما شفت واحد يسويها انه يلبس تي شيرت ويا سترة ويا جينز ويا يعني انا حاولت اسوي في الشيء ستايل خاص بي بالحفلات اضافه ذلك كان قبل الكنتور مالتي كله لون بلاك يعني كل أسود أسود غوامق وهيك قمت لا قمت أجي أختار الألوان جريئة أي طبعا برتقالي على أخضر يعني فستقي على أزرق هيك على وردي على يعني ألوان قمت أختار حتى التيشيرتات الجوة قمت أنسق بيها يعني هسه مثلا عندي هذا السيت مع البنطلون هيك أسوي يعني كل شيء مخليه شو اسمه وحتى الشوز مخليه وياه أنت نعم. زين راح ناخذ بعد اسئله من عندك وبعد اشياء ونتعرف اكثر على التفاصيل بس خليك تاخذ جوله هنا بهذا المكان تشوف الملابس تشوف هذا ونرجع. انا دائما يعني دائما من الماركات اللي احبها يعني اخر مره كنا انا وحمودي ورحت اشتريت له تي شيرت واشتريت له عفو حذاء وأنا أيضا اشتريت وبعدين رجعت من طاني قبل اشتريت للعلي فراح أعرف الماركة القريبة على قلبك والأشياء القريبة على قلبك والبراندات اللي موجودة بس لكن بعد ما تأخذ الجولة بعد فاصل إن شاء الله. اهلا بكم من جديد مشاهدينا ومشاهدي قناه الديار الفضائيه. طبعا اليوم وياي هو نجم بستايله، نجم بفن، نجم باخلاقه، نجم بكل شيء. رحب بك من جديد الفنان المبدع قاسم السلطان. طبعا احنا بعد ما شفنا جولتك هاي اللي اخذتها اريد اعرف قلت لك من بعد هذا اريد اعرف شنو الماركه اللي قريبه على قلبك؟ يعني إذا مو أكو براند مثلاً النظارات شكل، الساعات شكل، البناطير شكل. ها كل شيء يعني بس مثلاً إحنا خلينا نقول مثلاً العام يعني. العام يعني هو البولو يعني. الرياضة أديداس. النظارات. أنا أشوفك مهتم بالرياضة. تشجع ريال مدريد. ودائما أنت و. وانتوا الاصدقاء جدل واليوم خسرتوا واليوم فزتوا واليوم فزنا خصوصا قصي الاسدي قصي من المشجعين يعني المتعصبين نقول متعصبين للريال
أنا أحب الريال يعني أول شيء لأن من صغير إحنا يعني بالبيت إحنا نشجع الزوراء يعني بالبيت أهلي مشجعين الزوراء يلبسون أبيض. هسه جمهور الجوية يزعلون عليك أنا ما لا 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 مشاكل قديمة الجوية. بالعكس فريق الجوية فريق راقي ومحترم وإلى يعني بصمات كثيرة بتاريخ الكرة العراقية. بس المشكلة إنه أنا زوراء يعني أنا ما أقدر أدخل هو دمك أبيض مو أحمر مو أزرق أبيض. الريال يلبسون أبيض الزوراء بس أبيض من أنا يعني من ذاك الوقت ما أعرف انجذبت للريال مع العلم أنا كنت قبل أحب مثلا من زمان مانشستر سيتي يعني أحب بالدوري الأوروبي الإنجليزي عفوا بس بعدين الريال يعني هو صار المفضل عندي يعني هذا بدنا نحكي على الرياضه انه الاديداس دائما احب دائما اشوفك تلبس اللبس اللي تبنينج وهاي الامور دائما تلبسه احب يعني هي. اول شيء الرياضه هي مهمه لاي واحد يعني مو شرط لا عمر ولا ما له علاقه لا مهمه ما له علاقه بالعكس هو واحد هو الرياضه حتى يعني هي حتى لما واحد يكبر وعمره يصير يتقدم اذا يكون رياضي راح تكون تلقى جسمه تلقى تلقى وضعيته احسن هو بالمشي بالمشي كل امور يرتاح اكثر يرتاح اكثر بالنظارات مثلا انا احب ماركه الكارتير واحب اليوز بيتون النظارات انا كان اتصالي وياك هاتفي قبل المنام فقلت شنو نوعيه الاسئله اللي راح تسالني وكذا فمن خلال الحكي جبناها على النظارات وجبناها على هذا قلت لي جيت لقيت رحت اليوز بيتون بعمان لقيت بس اثنين من هذه الويز فيتون بعمان لا هي اللي موجوده بال موجوده بال بالمحل يعني بال بالبراند نعم بالبراند بس موجوده وحده وقالوا اكو الثانيه بالمكان الثاني المكان الثاني قلت له يعني شلون قلت له قال لي هو موجود بس هاللون هذا يعني اللون الاسود قلت له انا هو اريده قال هي هاي موجوده بس اثنين يعني هاي القطعتين اجت بعمان بس القطعتين الرقم شوية عالي فأنا بس أنا شجعت يعني إنه أنا حتى أتميز بهالموضوع هذا فرس أنا قلت له قصة يعني كانت تقريباً بال 800 دولار بس ما البراند بالنسبة للنظارات 800 تسوى أي طبعاً بس هذه أغلى يعني مثل الكارتير كارتير هاي في وقتها من دبي أنا وصديق عزيز علي اسمه عمر هزاع في وقتها ظلينا نفترينا ثلاث مولات يعني ودبي تعرف انت مليانه ماركات اكيد ثلاث مولات احنا رايحين عليها على مود بس احصل هي هاي القصه يعني مالتها هذه هي هاي على مود القصه مالتها بس اي عجبتني انا من ظليت اجرب 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 هي اكو اغلى من عندها وهذه بس انا اللي اختارت انه هسه هاي اللي مثل جاكور بالضبط اي بالضبط انت تهتم بهاي تهتم بهاي التفاصيل حتى التليفون ما تنسى انت تهتم بهاي التفاصيل حتى مرات اشوف عندك هاي الحافظات مال سويت سياره نعم المدري شنو هذن اللي هن الاجزاء بس تهتم بهن يعني شوف تحسها مكمله لعلاقتك؟ اكيد يعني اشوف هسه من ارض اطلع من البيت مرات مثلا يعني اقعد مثلا البس الكرافت مثل اديداس من اخلي تيشيرت مثلا بعدين ابوع تيشيرت اي غير ماركه مثلا تومي او فد مارك لازم يسوي ماتشنج بالترابط بالماركات اي اقول ها اذا هسه راح يشوفون هاي تومي وهذا اديداس شلون راح يقوم يحشون فاضطر انه انزع حتى يعني وهي صارت هاي مسؤوليه انه الفنان قدام العالم مسؤوليه لازم يكون يظهر لهم باظهر يعني باحسن صوره زين اكو احد طلب من عندك مثلا شاف شغله معينه وشافها حلوه بايدك ساعه مثلا نظاره مثلا جاكيت ما انطيها لهي وقت والله صدق ما انطيها لهي وقت يعني ما صادفوا يعني كتير. اقدر مثلا اذا طلب في الشغله من عندي وشوف الفنان يكون يعني هسه انا ما اقدر يعني مثلا لا سمح الله اكذب بالموضوع الفنان من يشتري في الشغله لازم يكون هذا مقتنع بها ويحبها من يشتريها هو بالضبط واذا جت هديه يعني انا شويه يعني مو شويه صراحه انا اناني على الحاجه مالتي احب الحاجه مالتي عندك حب التملك يعني هو هذا قاسم صار عندي هذا الموضوع هذا فليش احب دائما يكون شغلاتي مميزه ما احب
مثلا من زمان حتى الاصوات مال الاغاني مثلا اروح ادور اصوات خاصه مالتي انا واقول لهم لا تطلعوا لي صوت مثل هاي الاغنيه طلع لي هذا الصوت وسوي فلان شغله فلان شغله اريد هذا هسه هذا صار باسم قاسم سلطان يعني يعني تميز يعني بس هيك اجتكم شغله ذكر مره انت قلت لي رحت التسجيلات بوسط البلد نعم فتت فيها لقيت سيديات انا ما عندي او اشياء اي شنو اذكر لها الحادثه هسه تذكرت سولفت لها قبل سنه يمكن صحيح اي بوسط البلد هنا يعني بعمان في اكو تسجيلات قديمه من زمان يعني هاي انا احكي لك كان بال 97 من جد طلعنا سافرنا لامريكا فرحنا لقينا اكو تسجيلات بس كلش مشهوره فأنا صار لي فترة كلش مو يعني منازل وسط البلد أنزل بس نروح مثلاً نيجي نفطر عسري بس ما متمشي ما يعني نادراً ما أروح مثلاً للسوق مثلاً مع الخضار وأنت عجوزي بالمشي وهاي لا والله مو عجوزي بالعكس بس الزحمة وصف السيارة أنا ما له علاقة أنا اللي ذكر له هالمعلومة سمت سمت المصور متاع أول مشاكل إيه سمت لا بالعكس بس على مود الصفة مع السيارة وال المهم رحت على هذا الرجال فتت عليه سلمت عليه السلام عليكم سلام قلت له عندك اغاني مال يوسف عمار مثلا عندك اغاني مال حضير ابو عزيز قديمه قال طبعا انا عندي الاغاني العراقيه كلها هذا قلت له انت عرفتني فرجع جاي قام بابا علي كان يقول لي ايش صرنا كان يقول لي انت قلت له يا انا خطير اصلا اجى حضني بوسني كيف اخبارك؟ من زمان يعني تخيل من 97 حد هسه يلا انا لقيت اشياء انت ما عندك اياها؟ لا انا كلهم اخذتهم قلت لك كلهم تنسخ لي اياها ونسخ لي اياها وعلى حسب اشياء صوتك ما عندك اياها؟ يعني. اي موجوده اي عنده هو موجوده كانت اغاني والبومات و اللي كانت مفقوده لقيتها وايضا اخذت كولكشن مال يعني مال اغاني يوسف عمر مقام ومحمد القبنشي وقتها حضير ابو عزيز بس هاي البومات كامله يعني اخذت من عنده يعني سلمت عليها هو ليش هذا قصد ذكرتها انا نزلتها هيك بس انا حديث ذكرتها قلت صح مره يا حشالي بالموضوع انت عاد اذا جاك اتصال له شيء احنا اليوم طالعين مول وهذا هذا نبيل الشاوي جاوب من بغداد جاوب قلت انا بقى فارجع للموضوع الستايل نعم تحب هاي الجاكيتات مثل هيك الجليد الامور من هذا اي اكيد يعني شوف أني ورا شتاء بالشتاء يعني شتائي يعني احنا مثلا خصوصا موسم الشتاء نعم اللي هو بلش نعم لازم انا هسه ادور شغلات جديده ها مثل يعني لازم ادور شغلات جديده خما اضل يعني عن على السنه الفاتت لازم البس لبس جديد يعني اكيد لا بس الشغلات الجديده مثل شنو يعني مثلا تحب تتميز بالجاكيت اللي هو مثلا غريب لو تقول له حشو مع الناس عيد البس مثل ما موجود بالسوق لا طبعا قطع مميزة لازم تكون زين أحد يعني أحد قلت لك أحد قلدك بلبسك قاسم السلطان يعني كلش يعني بسيط عادي يعني ما أدور الضربات اللي خلينا نقول مشعة يعني الصدمات للعالم نعم هاي ما أدورها أنا يعني شلون كافي خير شر يعني احب هذا المستوى اللي وصلت له واحب هذا الخير اللي الله انطاني اياه وتميزت فيه احب انه البس مثلا عجبتني هاي القنصره مثلا لا ما عجبتني هاي القنصره كيف تراب يعني يجوز تعجبني هاي مثلا القطعه هاي اللون لان يعني هاي بيها مثل القصه كيف تراب يعني عرفت؟ نعم كنت قبل ايام زمان اعاني من عندها قلت لك من وراء السم ما اقدر يعني كل ما اريد اتقرب على فشاله الافصال او مثلا المكانات الخاصه مال اللي اجسامهم اجسامهم بالعكس يعني مثلا هاي اللي هم الاحجام الخاصه للست وان نقول هاي الامور يعني انت تقدر انا اقدر اسوي اشياء مثلا اخلي العالم مثلا تقعد تقلد يعني بس وصلت مرحله اللي انا بيه مقتنع بيه يعني البساطة قدام العالم لبسك يكون بسيط ولبسك من يكون تحس يعني أنا حتى أشوف أنا هذا التيشيرت يعني هو من ضمن البساطة صح إن العالم ما تشوفك متعالي وهذا اللي أنا كنت أريد أوصل للعالم يعني اللي أريد أوصل له من خلال يعني تفوت لقلوب الناس بالبساطة بالبساطة شلون أقول لك تفوت القلب أنت ولو أنت تفوت لقلب بدون فيزا بالضبط دايركت تفوت
في واحد من الاصدقاء مو واحد يعني اكثر الناس يقول لي احنا قاعدين في يوم من الايام يقول انت نقطه ضعفك انه انت والله العظيم ورحمه ابويا يقول لي انت نقطه ضعفك انه انت بسيط كلش تتعامل في العالم انت ما المفروض هيك تسوي من المفروض اي واحد تكسر وياه من المفروض ان اي واحد تقعد يعزمك تروح تاكل بالمطعم اي واحد تطلع وياه أقول بالعكس هذا الشيء أنا هذا اللي يخليك أنا إذا رضيت على نفسي بيني وبين نفسي إذا رضيت أنا أقدر أملك الدنيا كلها صح فشنو الفائدة أنا إذا أمثل على العالم أنا كثير من الفنانين يعني آسف يعني عن يعني بدون ذكر أسماء بس كثير أشوفهم يعني عندهم تمثيل مو على حقيقتهم صح فشوفه هو مثلا هو مو هذا يعني مو هذا سير ظهر لك بهاي الصورة فأنا من زمان أقول أنا إذا إيش قد أقدر مثلاً أقدر أمثل على العالم إيش قد أقدر يعني تبين إنه أنا مثلاً كيف ترى فقير وهاي بس هو أنا عصبي مثلاً فأنا العالم عرفتني إنه أنا عصبي بلحظة ومثلاً فقير يعني هادئ بلحظة أضحك وأمن الدنيا المكان على قولة المصريين فرفشة وبلحظة تلقيني أنا السبب مال النكد مال الدنيا كلها يعني هو إنسان كوكتيل قاسم هو إيه كوكتيل أول أنت بلادك بديت بكوكتيل أغلى لبسة اشتريتها شكيت كان سعرها جوزي جتك هدية جوزي لا ما يعني أحاول أنه أنا أبتعد عن تقبل الهدايا بصراحة يعني بس أغلى لبسة هاي اليوم اللبسة اشتريتها يعني حسيتها أغلى شيء من زمان بس هذا كان فد رقم يعني أنا بقيت أشتري يعني هاي خل أحكي لك كان بال 96 يعني هاي بسفرتي مال أمريكا أنا كان عاجبني ألبس قاط أبيض في وقتها فرحت اشتريت قاط حرير كان بقيتها في يعني هو في الحرير كان بقيتها هو اللي ماشي بالطاش هو يعني $1,600 كان بقيتها القطعة يعني القاط ما تكمل وقلت إلا أشتري يعني إذا تحسب على 1600 على هسه يطلع يعني مبلغ 16 مبلغ يطلع أكثر بوال يعني وأكثر شيء يعني أنا يعني قلت لك أختار يعني من أرد أشتري إلي أشتري الغالي يعني من أشتري إلي أو أشتري عائلتي ما أشتري في الشيء الرخيص أبد ما أقصر يعني على نفسي مستحيل أخجل أو ما أقبل على نفسي إنه أنا أخلي واحد يعني ينطيني في الشغلة يعني اللي هدي الهدية لازم أفر الهياء من جهة ثانية مستحيل أو مثلاً ممكن تطلع أنت وصديقك أو أي أحد تروحون المكان وعجبك شغلة تشتري هو عجبه شغلة تشتري يعني إذا يحاسب عنك ما تقبل لا عادي عادي إيه بس لازم أردها لازم تفوحها لازم أردها لا وأنت معروف عنك كريم لازم يعني أنت من يقدرك هيك إنسان أنا مثلا في يوم من الأيام والله العظيم ولا صديق يعني رحنا المكان ورحنا بالتحديد يوم لويز فيتون يعني أستحي أقول اسمه يعني حتى ما أحرك فهو اشترى فأنا شو أسوي أبتعد إيش قد ما أحاول أقول له هسه دقيقة جاني تليفون أحاول أطلع أقول حتى لا أحرج أخاف عادل. هذا مثلا هيك بينما أشوف الباقين لا كانوا يعني عكس هالشيء هذا يعني يحاول من يريد يشتري شغلة يقومون هم يلبسون يعني يطلعون يا يعني. حتى ممكن يسميها استغلال ممكن يشتري الموضوع صارت قبل فترة إنه مرة هي من اشتريت هاي اللي النظارات من لويز فيتون وكان وياي صديق فمن اشتريت رسم قلت له انا اريد اثنين بدون ما يحكي كان يقول لي ليش اشتري اثنين؟ انت هاي حلوه على عليك يعني هي اغلى وحده وهاي الحلوه قلت له لا مو هاي وحده لك ما قبل يعني تعرف شنو؟ قال اطلع هسه يعني اركض بالمول ما خليك تشتري قال انا لو البس هيجي كان اقول لك انا يعني اقدر المناظر اشتري بس انا ما البس هيجي بس انت تقدر قلت له لا انا ما دام اخذت لازم تاخذ فطلع اثنين قال لي حلف يعني حلف يمين هذا المعظم قال ابد ما اخذ ابد يعني مو قصير قضيه الماده لا مو قضيه الماده يعني احنا وصلنا في المرحله الحمد لله والشكر اذا بالماديات الله فضل علينا الله يزيدك والله يسلمك ويعني الله انطانا قناعه يعني انا من زمان ما عندي هذا الاسلوب يعني الاستغلال يعني قلت لك اي واحد يسوي لي شغله لازم ارد هو موت وتهلا زين هسه اريد
أعرف شغلة. اليوم قالوا لك هاي أول حفلة بحياتك طلعت بيها. نعم. تتذكر شنو لبست؟ شو وقت كانت؟ أول حفلة يعني أول حفلة طلعت بيها كانت الفندق من المنصور. نعم. كانوا مسويها في وقتها دي جي أغانينا. التسجيلات اسمها أغانينا بالمنصور. أغانينا بالمنصور. كانت بالرواتي. نعم. وكان اللي الولد أبو الدي جي صديقنا عماد. الله يذكره بالخير. واتفق وياي نسوي حفلة يعني. سوينا الحفلة. وأنا كان عندي عرس. حفلة جماهيرية. حفلة جماهيرية. يعني تكتات وهاي. تكتات بس أنا شنو كنت ما. ما معروف يعني مو هي المعروف. أنا كنت عندي أغنية واحدة اسألي عن الليالي يعني هذا بس أغنية واحدة مشتهرة يعني بس مين يعرفون إنه قاسم السلطان. ونفس اليوم إحنا كان عندنا عرس مال واحد قرايبنا ابن عمي أو في الشيء زين. وإحنا يعني تخيل أنت ابن عمك وبالعرس إيش راح ترقص وإيش راح تسوي. فإحنا معالقيها طبعاً وقاعة بالمنصورة وقتها عالقيها. اجاني ما اتذكر من واحد من ولد عمي او ولد جاني يقول لي اقول لك لا تنسى الحفله مالتك ترى هو ذاك الحفله كان يقول الحفله مو عندك هاليوم هاليوم خميس الحفله مين المنصور باوات انا عرقان طبعا عشان راح اروح يا رب الحفله المهم اخذت تاكسي ما كان عندي سياره ورحت للحفله طبيت اول مره يعني انا قبل فايت له الفندق من المنصور يعني زمان فايت له بس ما فايت بصيغه انه انا مطرب او فنان او وضيع يعني كان وقتها مال اعراس وهذول مزايق والدنيا يعني هيك هيك كتب فقلت اهو ساخف يشوفوني انا ذكرت انه انا ما حد يعرفني يعني انا عندي بس ففت توصل العالم وعلى حسب الاصول فسالت قلت لهم وين الحفله تصير فقالوا حفله اكو حفله فوق يعني قلت لهم اوكي فصعدت فلقيت أنا متأخر على الحفلة وهذول يرقضون متخبلين والله العظيم طبعاً هكذا جيت فأجيت أنا قلت لك نسيت أنا كان عندي عرس مال ابن قال يا عريس يا هاي الدنيا مقلوبة قلت ما أنا ما دمت مسوي الحفلة يعني ما أعرف ما أبغى أصير كان عندي لقاط بوكت رصاصي سيلفر هو نفس يعني حزبي الأمس جاء حزبي لا لا هو بس هو هذا القاطع بس بس ما إيه يعني شايف هذا مال 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 عادل إمام من يقعد يلبسه ويذبه يرجع يخيطه بس بس ما إيه ربطه له إيش لو بدون شنو تلابس لا لا بدون ربطة ما مو ربطة كان فالقاط أنا قبلها بيوم كنت مودي وين؟ قلت لك أنا ناس يعني العرس مال ابن عمها فالقاطم مودي واحد وتشي فكان قبل ما هي يسمون بهاي مال دراي كلين فبالنفط بالنفط اي يا حبيبي مال نفط الصيف احكي له زين وطل احكي له على بالك أنا صوبه قاعد امشي لا اقول لك صوبه نفطي بس واحد يشغل نار هيك قبول تقول فامشي طبعا انا ميت حتى بالعرس يعني ماكو تخيل واحد انت لابس وريحه نفط هيك ما تقدر تخلص المهم قلت لا عطر يخلصها لا كل شيء ماكو فرحت قلت لك طبيت من ورا يعني من ورا الستيج الستيج وبدا وسووا اسئله هم العالم جايه على مود اغنيه تسالي عن الليالي هاي قاعه مليانه انا مود انا مود الاغنيه بوقتها كانت تخلص صداي هي يعني هي اول اغنيه لي زين فأنا طبيت هيك يعني من الهوار العالمي كان يقول اوقف هنا والان مع الفنان ولاول مره راح اشوفه الفنان اللي غنى اغنيه تسلى عن الليالي قال اسم السلطان العالم قام متصفط ظل مسوي دارك ظل ما هيك وضوء فتت اني كان خلون ضوء عليه ففتت هيك انا انصدمت فقد ما شفت العالم اريد اتحرك رجليه بعد ما اقدر والله العظيم صح اريد اتحرك رجليه يعني معروف باسم اسم ابوي قاسم عواد يعني كل اصدقائي بالمنطقه بالهذا بالحفلات قاسم, قاسم عواد ماكو قاسم سلطان بس انا جدي اسمه سلطان ويعني هذا انا اللي فرت لان قلت اذا اقول قاسم عواد راح يقولون يعني مع احترام وتقدير واجلالي للكبير الاستاذ فاضل عواد راح يقولون هذا مثلا اخو فاضل عواد اي او 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 اخذ او اخذ الاسم حتى يشتهر حتى يسوق نفسه به اي حتى يكون مثل فاضل عواد تعرف فاضل عواد فنان كبير جدا قلت لا ارد من زمان جبناها على الخصوصيه لازم انا اتميز يعني قسم قاسم سلطان
جدي سلطان يعني ليش اروح بعيد؟ هو قاسم سلطان يعني هو الله سبحانه وتعالى مركب هالموضوع هذا. ففتت غنيت تسالني عن ليالي وقصه الاغنيه انا بس انا شو اغني اغاني مال باقي المطربين يعني اغني اغاني مال كل المطربين يعني. خلصت الحفله هاي اول حفله انا كنت يعني قلت له بيها بس قاطع واحد وظليت فتره طويله اني اطلع حفلات انا بس هذا القاطع. طبعا عرفنا سالفه القاطع الرصاصي هاي اللي هي بيها ضحك وبيها شو اسمه والنفط اكيد اي بس ما جتك الحمد لله ما جت ناري ما جت حلو جانا جت دبيت. طبعا الحوار كلش ممتع وياك هنا بالسايد راح انتقل للسايد الثاني ان شاء الله هو شلون نسوي شعرك شلون نسوي امورك هاي زين انا قلت لرب العالمين قلت له يا رب وصلني بس ان وصلني لل 50 ما يوقع شعري ما اريد اصير اقرا حط لك بوستيجي مو مشكله لا شعرك زين ما ادري طبعا انت حلو بكل شيء الله يخليك بعيد عن السائل وعن هذه الامور انت اخلاق انت مستعد ويانا هسه نروح نشوف شلون تسوي شعرك شلون تسوي هاي التفاصيل اوكي ان شاء الله وبعدها فقره البلاك بوكس صندوق الاسود حبيبي ان شاء الله شكرا حياكم الله يا مشاهدينا مشاهدي الديار مرة أخرى والضيف الممتع والجميل اليوم رحلة كلش حلوة وصلنا وياه إلى الفقرة الأخيرة فقرة البلاك بوكس الصندوق الأسود نقول لك أهلا وسهلا مرة ثانية الكبير والمبدع الفنان يعني شلون ما أعرف شلون وصفك يسلمك يا حبيبي يعجز كل الكلام عن وصفك لأنه أنت فنان راقي وإحساس أنت راقي وأخلاق ولو تحملتنا من الصبح أنا أحب أوجه تحية لوالدك بصراحه بهذا اللقاء يعني اسمح لي يعني انا هو خارج الموضوع بس انا عجبني اقدم له تحيه للاستاذ حسين الاسدي ويعني على هالتربيه وعلى هالشيء اللي علمتني اياه الاخلاق حب الفن واحترام المقابل هذا هو اثمن شيء تحياتنا لاخونا حسين شهاده تسجيل طبعا وصلت وياك لفقره البلاك بوكس الصندوق الاسود فقره بعيده عن الستايل بعيده عن كل هذه التفاصيل اليوم اللي خضناها اطلب من شبابنا شباب القناه يجيبون الصندوق الاسود اختار شيء على التعيين اساسا ما اعرف النظاره نعم طبعا هاي احب اقول لك هاي النظاره هم ماركه تومي والله اي شوفها توم البراند يعني مو توم اللي شو اسمه البسه حلو عليك هذا القصان حلو عليك ترى اي بس شويه ضيق على شويه ضيق أي. انت شويه نحس بهذا الموضوع مال النظاره لازم الا شيء يجي بالملي لازم وهي انت ايش يعني تكرم الحذاء تكرم النظاره الستره اي موضوع لازم انت تكون مرتاح به يعني ماكو داعي اني اسوي هالشيء اكثر من طاقتي يعني أكيد. انا البس مناظر بس هي مضايقتني راح تهدي العين وتهدي الراس اكيد النظاره السوداء سؤالي عن النظاره السوداء نعم طبعا بعض الفنانين بالليل تشوفه لابس النظاره السوداء وبتمرقص على الطاولات يقدمون صفار نعم. وحتى من يغني يدش يهوس يلا يغني نعم. يصور انه هذا يسوي جو او ايش اسمه او هو يعني هذا المطرب لازم هيك يكون بالليل والصبح تلقاه هو النجم وحتى من يجون معجب ياخذ صور هو النجم وهذا بس هو بالليل لابس النظاره السوداء وستار اسود نعم. حاط ما يعرف شنو اللي يقدمه وشنو اللي يسوي اصلا شنو تعليقك على هذه المواضيع يعني نقدر نقول حالة عامة خلينا نقول
من حدد ولا لا ما نحدد لا ما نحدد احنا ما نحدد يعني تمام يعني كل الفنانين ولا كل يعني كل لا يعني لا اسوي في شيء زين ولا انتقد ولا يعني ما له علاقه الموضوع بس انا ضد يعني رافض هالحاله يعني على قولتك اللي تدبش والتمرقص على المسرح ما اعرف يعني هو يعني هي كلها شغلات طارئه انا حاس يعني حاس جواك حكي بس ما تقدر تحكي لي انه خاف البعض يزعل يعني ما اقدر اقول لك مثلا كل من يتبع بتربيته وباخلاقه ما اقدر اقول هالشيء هذا يعني هي مرات الظروف انه يقول لك انا هذا مكان اربع جدران مثلا او خمس جدران محصوره وبالليل وكلهم يعني عايشين هاي الاجواء الصخب وممكن يسوون هالشيء هذا بس ويمكن اذا راح يواجه مسرح كبير او يواجه جمهور ما اعتقد يسوون المواضيع سووها على مهرجانات ما شايف صراحه يعني انا ما شايف كاظم سهر ايه. مثلا يقول لا 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 مثلا انا لا باستثناء الناس الكبار يعني منهم انت انت من تنزل على المسرح ينزل هرم وينزل وينزل ينزل على من اعلام العراق ما تقدر تقدم يعني انت ايش تعتبرها خلينا نقول تعتبره هو خلينا نقول إضافة شيء يعني غطى على شيء يعني جوزي مثلا صوته ما يساعد جوز كذا ما تعرف والله بصراحة ما شايف يعني أنا بالنسبة لي صادفت مرتين ثلاثة إنه أشوف اللي يسوون الحركات يعني والله الأرض وأنا أخجل يعني أنا أحب الجميع كلهم يحبون بس إحنا هدفنا أنت شمئز نفسي هدفنا بهذا البرنامج وهدفنا بهذا احنا نوصل الفنان اللي انا طبعا ما اخذ عهد على نفسي اكو كثير من الافكار وكثير من البرامج وكثير من الاسئله تطرح اللي هي شلون كانما تحقيق ويا الفنان او كانما تحرجه لا انا قاعد اطلع الفنان العراقي بابهى صوره واجمل صوره الصوره اللي هي لازم توصل للمتلقي العربي ايضا المتلقي العراقي انه الفنان بيقدم رساله رائعه بيقدم شيء حلو بيقدم شيء يليق باسم العراق بس بالفن العراقي وبالمسيرة طبعا يعني انا بالنسبه لي قلت لك ضد هذا يعني مبدئيا ضد هذا الموضوع يعني الدبج والطاولات والرقص بس هي ما اعرف يعني كل من هو طريقه يعني هو وكل من هو واللي يحبه اللي يريد يسوي اللي الطرح مالته طرح الفن يعني انا مثلا اقوى شيء عندي مثلا اذا ابدا اطرح بالحفله اطرح مثلا على خدي الله يعني شوف اذا ابدا اطرح قوه اريد افوت بقوه مثلا حفله كلش قويه اريد افوت اغنيه مثلا حرامات افوت شيء يجيبكم افوت مثلا اسالي عن الليالي الله شوف هاي الاغاني اللي هي تبقى بصمه وتبقى عالقه بالذهن هذا القصد يعني انا اذا اريد افوت بهاي القوه ما انا مو ما غنيت اغاني مثلا غنيت اغاني سريعه مشانها وفدوى الطوله وما يعني وين اغاني مثاب احمر نص فدان والما عنده منين يجيب والكوكتيلات والتفاصيل كثيره يعني بس انا حسيت قوتي بهذا المجال يعني نعم يعني هو لا ضير انه كل شيء يسوون بس ما اعرف خلي يحسبون بالبعيد 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 انا اليوم صادفتني شغله واحنا من كنا بالمول على الستايل الملابس وهذا طبعا احب اذكرها ونوه للمشاهدين اجت مره كبيره مره كبيره بالسن يعني تطلع على يمكن واحد يقدرها بالسبعين سنه يعني تمشي على اوتشي زين احنا نقول العوتيه هاي الحسيه العراقيه عوتيه تمشي على عوتيه قالت لك يوم متى قاسم السلطان احنا فتنه احنا ما نعرف يعني انا ما اعرف فيها عراقي اي ما نتعدى
وظلت تتبوش فيك وتجيب بالكم علي. انا واقف يعني صراحه خنقتني العبره. قدم تحيه لعامر الخفاجي طبعا من ضمن المدير تصويرها، قال لي خلينا ناخذ السيارات، انت شنو واقف على واقف تمشي عليه؟ زين بالقوه سيطرت على نفسي والله العظيم. اي لانه الصراحه لانه شفت حبها مدى حبها ومدى مدى يعني متأثرة. متأثرة. كنا شايفة شخص فنان إلى بصمته وإلى وضعه وبلد غريب. شوف أنت من دخلت للرجل الكبير وللمرأة الكبيرة بالسن والطفل حبك، أنت دخلت للعائلة بالطريق الصحيح. شوف محمد، أنا يعني المعروف يعني معروف عليه. خلينا نقول دمعتي بطارفة يعني. ماكو هيك بالقوة سيطر عليه. اضحك الناس صاحب نكته وصاحب معشر احد، بس داخلي اني وداخلنا احنا كل عراقيين. راح احكي عن نفسي، امثل عن يعني امثل شعبي. نعم، لان هذا اللي قائم ممكن يشوفونه ملايين ولا يعني. احنا وايد اذينا العراقيين، وايد انجرحنا العراقيين، هواية وين ظلموا هاي مر السنين كل السنين ولا تحروب ودمار ودخلنا بموت وبارود وهزيمة. فالناس تأذت يعني، قامت تتمسك بأي شيء تحسه نقي، أكيد تحسه حقيقي، اللي تحسه بي حياة بي تسوى بول. عندي مليارات. يعني اني ذيك الساعة كنا بنقاش برا يعني برا الموضوع برا التصوير يعني. من قلت لك اكثر شيء اللي 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 الفنانين المفروض انه لازم يعيش الحقيقة، ما المفروض يكذب يعني على نفسه او على الجمهور. لازم مثلا يعني مثلا بدي تعجبناها على مال امريكا والراحه. قلت لك انا هسه امريكا لاغي كذا حفله، اي لاغي كذا حفله، حتى من اريد اروح المره هاي اريد اقدم اشياء يعني. انا ما اقدر يعني، انا صار يمكن 13 مره انا رايح لامريكا، مو اكثر يعني من 96 لحد الان ما رايح لامريكا يعني. الولايات كل الولايات اروحها وكل الحفلات من فضل الله. ما في يوم رحت طبيت الحفله وما كانت يعني مستوى جدا قوي يعني، بيها مليان مليان وناس تفاعل وقدم بيها شيء يترك اثر. يعني كل اللي اقدر اقوله انه هاليوم هاي المرية يعني اضافت الحساباتي حسابات كبيره. اي سويت على عاتقك مسؤوليه. صدقني هذا الشيء يعني. انا مرات اقول لهم انا حصلت اخر الزمن الجميل اللي هي فتره التسعينات يعني. كانت رغم انه يعني كانت اكو منافسة، بس منافسة يعني غريبة عجيبة في وقتها. احنا كان مرحلة انتقالية بين اللون اللي حصل اللون السبعيني يعني. مثلا خلينا نقول كاظم الساهر، محمود انوار، كريم محمد، احمد نعمة، كثير من الفنانين يعني العمالقه اللي تركوا اللي جو بعد الجيل السبعين. اي طبعا هذول كانوا امتداد الدولار. احنا من طلعنا بلون مغاير لهالشيء هذا. حداثه الحداثه هاي صعبه يتقبلوها العالم في وقتها. أكيد. انت شنو جاي تغني وحاط لي اورجن وشنو شنو وهذا الناس يعني انا اذا ما اسمع كمان واذا اسمع الاداء القانون وكذا والدم والايقاع والقانون على قولتك والناي والاكورديون. اي هواي تفاصيل حتى قيثاره حتى عودا فرق. الله يرحمه ان شاء الله استاذ طالب القرغولي، رحت جاي بالايمي انا يم الاذاعه والتلفزيون والله العظيم حاره الدنيا تقتل. كان يا استاذ سرور ماجد، سرور ماجد حد هسه ذكر عنده لاده كانت زين. وطالب الله يرحمه استاذ طالب القرغولي طلع يتمشى وانا بيدي الايمي، فاجيت بدي اقول له سجلت اغاني اني وسجلتها باحسن كواليتي وهيك. قال شلون سجلت؟ وين سجلتها؟ قلت له سجلتها بام سونز ويم الرواد يعني، والتوزيع غزوان قيسي وعلي الشيخ لي وهلال
كان من خيرة الناس اللي موجودة أعظم الموزعين كان بوقتها وحتى سام أعظم الموزعين يعني. فقلت له هيك كان يقول لي يعني أنت مخال آلات شرقية؟ قلت له لا. كان يقول لي ليش ليش هيك والله أنا شو أبي القوة شو إيه هيك كبرات. كان يقول لي روح روح خلي آلات تتعجب إنه يعود بعدين عود نشوفها. كان يسد الجامع كان صابي انهارت يا رب شلون رجعت للاستوديو قلتهم هذول يعني بالبلد عميق بهم لازم على شرطين. فقلتهم اريد يعني احسن ناس يقعدون يسوون صلوات جبت الله يطول بعمره اذا يعني استاذ علي الامام عازف العود اشهر عازف عود يعني جبت كان الله يرحمه استاذ باب كين على رحمه كان يرحمه مساهر عازف الطبلة توفى سعد هربوط جهزة وجام سوى هاي الكولة والزرنة يعني كثير من الفنان جبت كمان جبت سعدون وشاكر عود بالأغراني دخلنا هواي هواي تفاصيل سعد حسن فالح قانون سعد وليد كان نايل صولوات يعني هواي هواي تفاصيل يعني دخلنا آلات شرقية حتى نحافظ على الطابع. فإحنا بوقتها كانت الانتقالة من لحد لحد هاي فبالقوة دخلنا وظلينا متمسكين بلون حقيقي يعني ما قدرنا نخسر خلينا نقول الأصالة أكيد ظلينا محافظين عليه وقيت محافظين لذلك في وقتها سوينا أغاني تراثية وسوينا شنو نحسب يعني يعني شنو تاني أنا أول ألبوم أنا مغني اكشف أوراقك إلي والروح الروح ومقدمة اسألي عن الليالي يعني أم كلثوم وهذا أنا أحب أكو شغلة أذكرها راح سمعت شغلة من الأستاذ والكبير الله يطول الصحة والعافية فاروق هلال الله سلام طبعا قبل ما نحكي شوية عن مو شوية هو يراد له حلقات أعزائي المشاهدين يراد له حلقات يعني فاروق هلال يجز اللسان يجز أنا طبعا جوز عمري يعني ما يسمح لي أحكي بهالإنسان أستاذ فاروق أنا أعتبره يعني خلينا نقول المعلم الروحي انا يعني عمري ما يسمع لي احكي بهذا الانسان بس انا حسب اللي عرفت واللي كنا نخاف اكيد انه هو لانه هو نموذج الانسان ملتزم الفنان الكبير هو كان يعتبر نسمع نسمع بعد اذنك احبه المشاهدين راح نسمع اكو مسج او فويس مسج صوتي دزه الفنان الكبير الأستاذ الكبير فاروق هلال إلى الفنان قاسم السلطان راح نسمع بصوت فاروق هلال ومن بعد نرجع لكم. شكرا من الأعماق للمبدعين المتألقين على رسائلهم المعطرة بأريج الانتماء لهذا الوطن الغالي العراق اللي جمع قلوبنا على حبه والتفاني لعطاء وتراث القديم والمعاصر واللي طرستموه بإبداعكم المتواصل من رقي إلى أرقى. حقيقة رسالة الفنان كريم حسين والفنان نزار كاظم ورسالة الفنان قاسم السلطان جعلتني أتنسم طيب النبل لتلك المشاعر الفياضة بنار الود والاحترام، ولعلني سأستفيض بالحديث في هذا البرنامج الراقي تلك الذكريات التي أثارتها رسالة المبدع الدؤوب قاسم السلطان. في يوم من عام 90 أو منتصف 90 هاتفني المطرب المبدع قاسم من أجل لقاء لسماع رائعة من روائع الغناء العربي بصوته والتي شدت بها سيدة الغناء العربي أم كلثوم. وحينها أذكر قلت له بالحرف الواحد يا قاسم ترى هذه خطوة جريئة أن تختار تلك الرائعة لأنني أشعر
أنها لم تكن لأنها غنت أم كلثوم، وإنما ستغني لحنا لأحد عمالقة التلحين العربي، وهذا الشيء سيكون عليك مسؤولية فنية عربية. حقيقة في وقتها جابني السلطان: أنت تسمع وتحكم على ذلك. وأجبتها أنا أيضا أنها لن تكون مجرد لقاء، بل اعتبرها ضيافة وبحضرة مجتمع فني اللي كنت أنا أعقد مساء كل جمعة أمسية ثقافية في بيتي لكي يسمعون فيها الأساتذة الكبار إبداعات الشباب لمناقشتها. وفعلا أقمت الأمسية في بيتي، وكنت أنا أول المنذهلين بأداء السلطان لتلك الرائعة الغنائية. ناهيك عن إعجاب الجميع بتلك الخطوة الجريئة التي كانت فعلا تعمق المبادئ الفنية اللي كنت أسعى لتنميتها من خلال الشباب وعطائهم الثر اللي يعبر عن حتمية التطور والتواصل بين الأجيال. واليوم وأنا أتخطى 80 من عمري أسمع منهم عطر المشاعر وأريج الإبداع.